في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. وأنا قلت له يعني إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. و everything